بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة الأنعام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 24. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، إلى قوله: وهو الحكيم الخبير، ففيه 14 جوابا لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل، لما فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. في قوله تعالى من سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، إلى قوله: وهو الحكيم الخبير. في هذه الآيات إجابات لمن يدعو إلى عبادة غير الله ومحاجة له، محاجة له. فالقرآن لا شك أنه جادل المشركين وحاجهم، دحض شبهاتهم إلى يوم القيامة، فلا يظهر مشرك يدعو إلى الشرك إلا وفي القرآن ما يرد عليه ويبطل شبهاته. ومن ذلك هذه الآيات: قل أندعو من دون الله، قل لدعاة الشرك الذين يدعون إلى عبادة غير الله: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني لا يملك لنا نفعا ولا ضرا، لأنه عاجز عن ذلك. فمثل هذا لا تجوز عبادته، إنما العبادة لمن يملك الضر والنفع وهو الله سبحانه وتعالى، إلى آخر الآيات. نعم. ولكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به مؤمن فقيه. نعم، أنت يجب أن تعرف أن هذه الآيات إنما يحاج بها المشركين من عنده علم وفقه في كتاب الله عز وجل، لا من يقرأ القرآن وهو لا يفهم معناه ولا يفهم حججه التي فيه. فلا يناظر المشركين إلا العلماء الفقهاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا فدعاة المشركين في وقتنا يحفظون القرآن ويقرؤونه ويرتلونه، وربما يقرؤونه بالقراءات العشر، وأيضا يتقنون حروفه وتجويده، ولكنهم لا يفقهون معناه، فلا ينتفعون من القرآن ولا يعتمدون عليه حتى في أدلته، إنما يعتمدون على الشبهات التي يقولها أمثالهم من الجهال
ودعاة الضلال لا يعتمدون على القرآن، ما أنهم يقرؤونه ويرتلونه ويجودونه، لكنهم لا يفهمون معناه. وهذه مشكلة الكثير من الناس. نعم. فالأول أن تجيبه بقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهذا تصوره كاف في فساده. قل أندعو من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين، وحتى من الملائكة والأنبياء والمرسلين، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، لا يملك. إن أراد أن ينفعنا لا يملك النفع، وإن أراد أن يضرنا فيملك أن يضرنا إلا بشيء قد كتبه الله علينا. فمثل هذا يتخذ معبودا من دون الله عز وجل؟ لا يمكن واحد من هؤلاء أن يقول بلى إنه ينفع ويضر، لا يمكن، هذا مكابرة للعقول. لو كان ينفع لنفع نفسه، ولو كان يملك الضر لضر أعداءه وأوقع بهم الضرر، ولكنه لا يملك ذلك. فهذه حجة عقلية قرآنية تبطل شرك المشركين. نعم. الثاني: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، وهذا أيضا كذلك. ونرد، إذا دعونا ما لا ينفعنا ولا يضرنا نرد على أعقابنا إلى الكفر وإلى الردة عن دين الإسلام بعد إذ هدانا الله بالقرآن والسنة وعرفنا الحق من الباطل. كيف يليق بمن يعرف الحق من الباطل ويفهم القرآن أن يدعو غير الله وأن يشرك بغير، أن يذبح لغير الله، أن ينذر لغير الله، أن يذهب إلى الأضرحة تبرك بها ويدعو أصحابها، ولا يذهب إلى المساجد التي بنيت لعبادة الله وحده لا شريك له، ويدعو الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن دعا غير الله فإنه يكون قد رد على عقبه عن دين الإسلام وانتكس بعد الهداية، ظل بعد الهداية، نسأل الله العافية. وهذا أشد من الجاهل الابتدائي الذي ما بلغه شيء ولا عرف شيء، هذا بلغه الحق وعرفه ولكنه رفضه، وتعلمه فهمه أيضا ولكنه رفضه، تقليدا لهؤلاء الدجالين والمشعوذين. فهذا أعظم الضلال، وهذا هو الانتكاس بعد الهدى، نسأل الله العافية. من ضل بعد الهدى هذا صعب الرجوع، أما من ضل عن غير معرفة هذا سهل توبته إذا عرف الحق. نعم. الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات ويبغض إليك موافقته. نعم، هذا المثل: ندعو من دون الله ما لا يضر، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا مثل ينطبق على كل من
عبد من دون الله، إنه لا ينفع ولا يضر، لا يملك الضر والنفع، لا يملك هذا إلا الله سبحانه وتعالى، بل هو ضعيف مثلك أو أقل منك، أقل منك لأنه ميت وانت حي. فكيف تنتكس العقول البصائر؟ كيف يغيب العلم عمن سلك هذا المسلك؟ اليوم بلاد المسلمين مع الأسف تعج بالشرك عند الأضرحة والقبور، وتعج بالشرك، فهذا ينطبق عليه هذا المثل أن هؤلاء ارتدوا على أعقابهم بعد إذ هداهم الله، رجعوا من الهداية إلى الضلال، من التقدم إلى التأخر. كثير من بلاد العالم الإسلامي تعج بأمثال هؤلاء الآن، مع أن القرآن بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه ليلا ونهارا، ولكن كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. الرابع قولك له: إذا زعم أن الهدى في موافقة فلان وفلان بدليل الأكثر فتجيبه بقولك: إن هدى الله هو الهدى. إذا قال لك: أنت تزعم أن أكثر هؤلاء عباد القبور أنهم على ضلال مع كثرتهم، الكثرة عنده تدل على الحق، هذا يستدل على الحق بكثرة من اتبعه، أن الكثرة معها الحق. نقول: لا، الحق ما هو مع الكثرة دائما، الحق مع من معه الدليل والبرهان ولو كان واحدا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. السبب: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فليس العبرة بالكثرة، ولا بل العبرة بمن هو على الحق والصواب ولو كان واحدا. فإذا قال لك: إذن هؤلاء كلهم كفار؟ تقول: نعم، كل من ترك القرآن وأخذ بالشبهات والتقليد فإنه يكون كافرا وضالا، لا خفاء في هذا. فكثرة عباد القبور اليوم ليست حجة على أنهم على حق، وقلة الموحدين ليست دليلا على أنهم على غير حق. نحن لا ننظر إلى الناس، ولكن ننظر إلى الدليل، من هو معه، هذا هو الفارق. وهذا الذي يجب أن يميز بين الحق والباطل وأهل الضلال وأهل الهدى. نعم. الخامس أن تجيبه بقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فإذا أمرتني بالإسلام لفلان فالله أمرني بما لا أحسن منه. وأمرنا ولنسلم لرب العالمين، رب العالمين هو اللي يستحق العبادة، الرب، رب العالمين كلهم هو الذي يستحق أن يعبد، وبيده تصريف الأمور والأرزاق والهداية والإضلال، لأنه رب العالمين. فأمرنا لنسلم لرب العالمين، نسلم ديننا ونياتنا وقصدنا لرب العالمين، ولا ننصرف عنه إلى غيره.
وأنت أيها الضال تأمرنا أن نسلم لغير رب العالمين، أن نسلم لعباد أمثالنا أو أقل منا، ما بأيديهم نفع ولا ضر. نعم، أن تأمرنا لنسلم لغير رب العالمين، والله أمرنا أن نسلم لرب العالمين، فمن نطيع؟ نطيع الله أو نطيعك؟ نعم. السادس، أن تقول وأمرنا بإقامة الصلوات، وهذه خصلة مسلمة لا جدال فيها، ولا يقيمها إلا الذي أمرتني بتركهم، والذي أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها. نعم، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أقيموا الصلاة، ما قال صلوا فقط، قال أقيموا الصلاة، أن تكون قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، خالصة لله عز وجل، هذا إقامة الصلاة. أما الذي يصلي وهو يدعو غير الله ويعبد غير الله، هذا لم يقم الصلاة، لأن الصلاة لا تقوم إلا على التوحيد، التوحيد الخالص. فالذي يصلي وهو لم يخلص التوحيد صلاته غير صحيحة، وجودها كعدمها، لأن الصلاة وجميع العبادات مبنية وقائمة على التوحيد، أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن يقيم الصلاة على الحقيقة هو الذي على الحق، أما من يقيمها شكلا ولا يقيمها حقيقة بأن يدعو غير الله ويعبد، هم يصلون، يملؤون المساجد الآن يصلون، ولكنهم يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، هؤلاء لم يقيموا الصلاة. قال الله جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة المقامة على الحقيقة، وليست الصلاة الشكلية، الركوع والسجود وشكل الصلاة مع غير إقامة للصلاة على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. الصلاة بعد التوحيد، التوحيد هو الركن الأول من أركان الإسلام، والصلاة هي الركن الثاني. التوحيد أمر الله به من أول ما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وبقي يدعو إليه. أما الصلاة فإنها لم تفرض إلا قبيل الهجرة، ما فرضت إلا قبيل الهجرة، ليلة المعراج، قبيل الهجرة بأشهر أو بسنة وأشهر، أما ما قبلها من السنوات فالرسول إنما كان مقتصرا على الدعوة إلى التوحيد. نعم. السابع، أنا مأمورون بتقوى الله وأنت تأمرني بتقوى الناس. أن أقيموا الصلاة واتقوه، ما قال أقيموا الصلاة فقط، قال واتقوه، اتقوا الله واخشوه. أما من يصلي وهو لا يتقي الله وإنما يتقي الناس، يتقي الناس، ولا أخاف يلومون، أنا أخاف يسيئون الظن فيا، ما أعيش معهم إلا إذا وافقتهم، هذا لم يتق الله سبحانه وإنما اتقى الناس، فرق بين هذا وهذا. ونقيموا الصلاة واتقوه. نعم. الثامن، أن هذا الذي أمرتني بترك أمره وهو الذي إليه تحشرون،
كما قالوا لفرعون لما دعاهم إلى ذلك إنا إلى ربنا منقلبون. نعم، أن هذا الذي أمرنا بإقامة الصلاة وأمرنا بتقواه أن مرجعنا إليه نحن وأنتم، فيحكم بيننا ويجازي كل عامل بعمله، فالموعد عند الله سبحانه وتعالى، وستعلمون من هو المحق من المبطل حين ذاك في وقت لا يمكنكم الاستدراك وتصحيح الأوضاع، ما يمكنكم هذا، وهو الذي إليه لا إلى غيره تحشرون، تجمعون يوم الحشر يوم القيامة للجزاء والحساب. فاعملوا ما شئتم، لستم بمهملين ولا مفلتين، لا بد أن تلقوا الله سبحانه، نحن وإياكم نلقى الله، وكل يجازى بعمله. ولهذا لما أسلم السحرة عند فرعون الذين جاء بهم من كل صوب لأجل أن يردوا على موسى عليه السلام معجزته، اتهم موسى بالسحر وأنه ساحر، أراد أن يبطل ذلك بإحضار السحرة ليردوا عليه سحره. فلما ألقى موسى عصاه التقمت كل ما في الوادي من الحبال والعصي، ثم أخذها موسى بيده فعادت عصا كما كانت، فهي معجزة ما يقدر السحرة عليها، المعجزات ما يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لنبي أن يأتي بمعجزة من عنده، المعجزة لا تكون إلا من الله، قل إنما الآيات عند الله، يعني المعجزات عند الله سبحانه وتعالى. فلما رأى ذلك السحرة وهم أصحاب فن، وصارت جيبتهم من صالح موسى عليه السلام، وفرعون جايبهم يبيهم يبطلون ما مع موسى، صار مجيئهم حجة على فرعون. أسلم السحرة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، عرفونا لما هو سحر، لأنهم أصحاب فن يعرفون السحر، ولهذا يقولون إن كبيرهم كان أعمى. فقال لهم هل ما مع موسى لما التقم هذه الأشياء أظهر ذلك في بطنه وصار يتضخم بطنه؟ قالوا لا، مات. قال إذن ما هو بسحر، هذا ما هو بسحر، هذا معجزة مع موسى عليه السلام من ربه. فآمن، أسلم السحر. هددهم فرعون بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن يصلبهم في يعني على جذوع النخل نكاية بهم. لم يهزهم هذا، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، أن تقتلنا ونحن نذهب إلى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فلم يرعهم تهديد فرعون، لأنهم موقنون أنهم يصيرون إلى الله وأن الله سيكرمهم بإيمانهم واتباعهم لموسى عليه السلام. إنا إلى ربنا منقلبون، يعني راجعون إليه، هذا مثل قوله وهو الذي إليه تحشرون. نعم. التاسع،
أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا مقتضى ما نهيتني عنه، والذي أمرتني به يقتضي أنه خلقها باطلا. نعم، الله جل وعلا قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات العظيمة بما فيها من المخلوقات، السماوات السبع، خلق السماوات والأرض بما فيها من المخلوقات، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، لتدل على عظمته سبحانه وتعالى، وتدل على أنه هو المستحق للعبادة. لا هؤلاء المعبودون من دون الله الذين لم يخلقوا شيئا، لم يخلقوا ولا ذباب. يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن، للحاضر والمستقبل، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع من في أقطار الأرض من هؤلاء ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا أضعف المخلوقات. تعجيز هذا. الذي خلق السماوات والأرض بالحق يعني خلقهما لعبادته، دلالة على توحيده، دلالة على ملكه سبحانه، على عظمته. هذا هو الرب الذي يستحق العبادة. أما ما تدعون من دون الله فهم عباد ضعاف، لا يملكون شيئا ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه المناظرة مع هؤلاء. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، دلالة على وحدانيته سبحانه. ما خلقهما عبثا، وما خلقنا السماوات والأرض، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، بل بالحق. ما خلقناهما باطلا أو عبثا، بل خلقهما بالحق، بالدلالة على وحدانيته، استحقاقه للعبادة سبحانه، والرد على من عبد غيره. نعم. العاشر، أن هذا الذي تأمرني بترك أمره حشر هذا الخلق العظيم وما دونه إلا قوله كن فيكون. نعم. أن هذا الذي تأمرني بترك أمره حشر هذا الخلق، أن هذا الذي تأمرني أيها المجادل بترك أمره هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحشر الخلق يوم القيامة ويجازيهم. أما هؤلاء الذين تدعونهم من دونه فلا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. أن هذا الذي تأمرني بترك أمره حشر هذا الخلق العظيم وما دونه إلا قوله كن فيكون. أي نعم، أنه ما حشر هذا الخلق إلا بكلمة أمره سبحانه، قال كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أيا كان هذا الشيء، لا يعجزه شيء سبحانه. والحشر من هذا الأمر، يقول الله للناس يوم القيامة، يدعوهم إلى الاجتماع في المحشر، فيخرجون من قبورهم ويذهبون إلى المحشر. ومن آياته قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة، يعني دعوة واحدة، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم يحشرهم سبحانه وتعالى، لا يتخلف
منهم أحد، هل هذه المعبودات من دونه تملك هذا، تقدر عليه؟ كيف يقارن هذا بهذا؟ نعم. الحادي عشر: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره قوله الحق، وقد قال ما لا يخفى عليك ووعد عليه بالخلود في النعيم، ونهى عما أمرتني به وتوعد عليه بالخلود في الجحيم، وهو لا يقول إلا الحق، فكيف مع هذا أطيعك؟ قوله الحق وله الملك، قوله الحق سبحانه وتعالى، أما قول غيره فقد لا يكون حقا ويكون باطلا. أما قال الله جل وعلا فإن قوله الحق قطعا مضمون معه الحق، فكيف تدعوني إلى عبادة من قوله غير الحق وترك عبادة من قوله الحق سبحانه وتعالى؟ نعم. الثاني عشر: أن له الملك يوم ينفخ في الصور. نعم. نعم، أن له الملك، قوله الحق وله الملك، متى؟ يوم ينفخ في الصور. إذا نفخ في الصور، نفخ إسرافيل في الصور وطارت الأرواح منه إلى أجسادها وقام الناس من قبورهم لرب العالمين، هو الذي يملك الملك كله، وليس لأحد ملك في هذا اليوم. ولهذا يقول الله جل وعلا في ذاك اليوم: لمن الملك اليوم؟ وين ملوك الدنيا؟ وين الجبابرة؟ وين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ثم يجيب نفسه فيقول: لله. لمن الملك اليوم؟ لله لا لغيره، الواحد القهار. أنت تدعوني إلى أن أعبد من لا يملك شيئا، وأن أترك عبادة الذي له الملك كله، وفي يوم القيامة تذهب الملوك والملاك ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى مالك الملك. لمن الملك اليوم؟ يقول: أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ فلا يجيبه أحد. هل أترك عبادة هذا وأذهب إلى عبادة من تدعوني لعبادته من غير الله سبحانه وتعالى، من لا يملك شيئا يوم القيامة، ولا يستطيع أن ينازع الله جل وعلا في ملكه؟ نعم. فإذا أقررت بذلك اليوم وأن عذابه ونعيمه دائمان، فما ترجوه من الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم وقد. نعم، إذا عرفت أنه لا يملك الملك في يوم الحشر إلا الله سبحانه وتعالى، تبين بطلان عبادة ما سواه ممن لا يملك شيئا، ما يملكون من قطمير. والذين تدعون ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه، من دونه أي معبود من دون الله، ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة التي على النواة، اللفافة الضعيفة التي على نواة التمر، أضعف شيء ولا تنفع في شيء. هم ما يملكون ولا هذا القطمير، ما يملكون شيئا. نعم. وقد بين تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار. نعم، في آخر الانفطار، سورة الانفطار. نعم، إذا السماء انفطرت، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
فالشفاعة في هذا اليوم لا تقبل. تقول يوما كما قال سبحانه وتعالى لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له ورضي له قولا، والشرك لم يأذن الله به ولا يقبله سبحانه وتعالى. في آخر سورة الانفطار يقول جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما في شفاعات ولا في أحد ينفع أحد ولا أحد يعطيك من عمله، حتى وأبوك وأمك وابنك ما يعطيك من شيء من حسناته لأنه بحاجة إليها، يوم كل مشغول. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا لم يكن معك حسنات لا تنفعك حسنات الناس وأعمال الناس أبدا، استعد لهذا اليوم. نعم. الثالث عشر أنه عالم الغيب والشهادة، فلا يمكن التلبيس عليه بخلاف المخلوق ولو أنه نبي. نعم، عالم الغيب والشهادة، الله جل وعلا من صفاته أنه عالم الغيب وهو ما غاب عنا من الماضي والمستقبل والحاضر أيضا، احنا ما نشاهد كل الموجودات الآن، في موجودات كثيرة ما نراها الله يعلمها سبحانه وتعالى. والشهادة ما يشاهد أمامك تشوفه، أنت ما تشوف إلا المشاهد، أما الغيب ما تشوف. وأيضا ما كل ما هو موجود كله تشاهده الآن، في أشياء ما تشوفها روحك أنت تشوفها، عقلك أنت تشوفها، وينه؟ أنت تقول أنك عاقل، ورنا عقلك، ما تشوفه. أنت تقول أن فيك روح، وين الروح؟ ورنا إياها. هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما من تدعوهم من دون الله ولو كانوا أنبياء، الأنبياء لا يعلمون الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، يقول نوح لقومه ولا أعلم الغيب. الغيب إنما الغيب لله سبحانه وتعالى، حتى الأنبياء ما يعلمون الغيب. هؤلاء القبوريون يقولون لا، الأولياء يعلمون الغيب، الأولياء يعلمون الغيب والنبي يعلم الغيب، هذا من الغلو والعياذ بالله، ما يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابع عشر أنه هو الحكيم الخبير، فلا يجعل من اتبع أمره ولو فارق الناس كمن ضيع أمره موافقة للناس، حاشاه من ذلك. وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، فلا يعذب إلا من يستحق التعذيب، ولا ينعم إلا من يستحق التنعيم. لا يمكن أن ينعم الكافر وأن يعذب المؤمن أبدا. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. حاشا وكلا، ما يليق بحكمة الله الذي يضع الأمور في مواضعها أن يفعل هذا. هو الحكيم سبحانه، هو الحكيم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده فيجازيهم عليها،
فيوصل الخير لأهل الخير ويوصل ضده لأهل الشر. نعم. ولهذا أما معبوداتكم فلا تملك شيئا من ذلك أصلا. نعم. ولهذا يقول الموحدون يوم القيامة: قد ذهب الناس فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليهم. نعم، يقولون يوم القيامة، يدعون الله، يقولون إن فارقنا هؤلاء وهم أقاربنا وهم أحوج ما نكون إليهم، فارقناهم فيك لأنهم أعداؤك، فارقناهم وهجرناهم وابتعدنا عنهم من أجلك يا الله. نعم. لا تحشرنا معهم ولا تجمعنا بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إلى قوله. بقي كثير، أول بقي في الوقت كثير، 25 دقيقة باقي تقريبا. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إلى قوله: إن هو إلا ذكرى للعالمين. نعم، في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم، الخليل عليه الصلاة والسلام، لأبيه، اسمه آزر، وقيل إن آزر لقب له وليس اسما، الله أعلم، لكن ظاهر الآية أن اسمه آزر. قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة. حاج إبراهيم عليه السلام حاج الكفار، أولا حاج النمرود، حاج إبراهيم في ربه النمرود الذي ادعى أنه هو الله وأنه المستحق للعبادة. حاج إبراهيم لما بعث الله إبراهيم رسولا ونبيا، حاجه، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. يقوله النمرود بزعمه أنه يأتي باثنين يستحقان القتل فيعفو عن واحد ويقتل الآخر، هذا الإحياء والإماتة بزعمه. إبراهيم ذهب إلى سؤال مفحم لا يستطيع النمرود أن يروض. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، ما يستطيع يقول أنا آتي بها، يعني يقول له يلا هات، ما يستطيع هذا، لذلك بهت والعياذ بالله، وقطعت حجته وبان أنه متلاعب وأنه يتلاعب بعقول الناس. ثم أيضا حاج أباه، أبوه أقرب الناس إليه، لأنه كان يصنع، أبوه كان يصنع الأصنام ويبيعها، يبيعها للناس، ولهذا قال له: أتتخذ أصناما آلهة، ينكر عليه: أصنام أنت اللي تتخذها، أنت اللي تصنعها، فكيف تعبدها وتبيعها على الناس يعبدونها؟ إني أراك وقومك، أراك وقومك في ضلال مبين، حيث تعبدون هذه الأصنام، حيث تعبدون هذه الأصنام التي أنتم تصنعونها، تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. هذا من انتكاس العقول والفطر، نسأل الله العافية. تتخذوا أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. نعم. الأولى قوله: أتخذ أصناما آلهة. قوله في المسائل: أتخذ أصناما آلهة. ما هو أتخذ، أتتخذ. نعم، الآية كذا. نعم، يقول لأبيه: تتخذ أصناما آلهة. نعم نعم. السؤال عن معنى الآية: فإنها جمع إله
وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر، فكيف يتخذ جمادا؟ وهذا أعجب وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضيا. نعم، يقول الشيخ رحمه الله إن الإله لا يكون إلا في من يستحق الألوهية والعبادة بقدرته وآياته وبراهينه، هذا الذي يستحق العبادة. أما الصنم فهو لا يستحق، لأنه صنم جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، جماد. والذي يعبد الحمار أو يعبد الحيوان أحسن من الذي يعبد الجماد، مع أن عبادة الحمار وعبادة شر ونقص، لكن هذا حي وهذا فيه حياة وفيه حركة وفيه، لكن الجماد ما فيه، يسمع ويبصر، لكن الجماد ما فيه شيء من هذا. وهي أصنام التي يعبدها آزر وقومه، المناظرة عجيبة. نعم، لأن الحيوان أكمل من الجماد. نعم، الحيوان في حياته يسمع ويبصر، ومع هذا لا تجوز عبادته. أنتم تتنقصون الحمار مع أنه أحسن من الصنم الذي تعبدونه. نعم، فإذا كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله، فكيف بمن اتخذ فاسقا إلها مثل النمرود وفرعون؟ نعم، هذا من العجائب. إذا كان من اتخذ الصنم، مع أن الصنم لم يعص الله، ما عصى الله، أسوأ من الذي يعبد الصنم الذي يعبد الفسقة والمتمردين مثل النمرود وفرعون، ومثل ما يعبده الصوفية، يقولون إن الأولياء يصلون إلى درجة ما عليهم مسؤولية، ما عليهم أمر ولا نهي، لأنهم عرفوا ووصلوا إلى الله، ولو ما صلوا ولا صاموا، هذا كفر فسق، يقولون هذا من الكمال، هذا كمالهم، فيعبدونهم من دون الله وهم يشهدون أنهم أفسق الناس وأضل الناس، لكن يقولون هذول مرفوعة عنهم تكاليف، لأنهم وصلوا إلى الله عز وجل. هل أحد تسقط عنه التكاليف؟ ما سقطت عن الأنبياء والمرسلين، ما سقطت عنهم التكاليف، كيف تسقط عن هؤلاء الفسقة والطواغيت؟ نعم، فإن كان اتخذه بعد موته فأعجب وأعجب، وإذا عبد هذا الفاسق بعد موته هذا أعجب، لأنه أصبح جمادا هامدا رميما. فعبادة الأموات أشد من عبادة الفسقة الأحياء الذين يمشون على الأرض، مع أن عبادة الفسقة من أبطل الباطل. نعم، الثانية القدح في حجتهم، لأن السواد الأعظم ليس لهم حجة إلا هي، فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله إني أراك وقومك في ضلال مبين. إبراهيم عليه السلام لم ينظر إلى الكثرة، إني أراك وقومك، يعني كلهم، لم ينظر إلى الكثرة لأنهم على ضلال. الكثرة إذا كانت على ضلال فليست حجة. إني أراك وقومك كلهم في ضلال، وليس ضلالا هينا، في ضلال مبين، حيث اتخذتم الأصنام آلهة تعبدونها. نعم، الثالثة قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. نعم، هو أولا حاج النمرود تغلب عليه، ثم حاج أباه،
وخاصمه ثم حاج القوم كلهم، كانوا يعبدون الكواكب. كان الكنعانيون أهل بابل يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض التي على أشكالها، ويعبدونها من دون الله. فأراد إبراهيم أن يناظرهم، هذه المناظرة الثالثة بعد مناظرة النمرود ومناظرة أبيه، ناظر القوم فناظرهم بما ذكره الله سبحانه وتعالى. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي، يعني بزعمكم هذا ربي. فلما أفل، يعني انتقل من مكانه غاب، قال لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، دل على أنه يدبر وأنه يسير، فكيف يكون إلها وهو يدبر ويسير؟ هذا تدرج معه. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني الشمس، القمر أيضا مثل الكوكب يروح، مع أنه أكبر من الكوكب، تدرج معهم من الأصغر إلى الأكبر، القمر أكبر من الكوكب، ومع هذا يساق ويسير، دل على أنه ليس بإله ولا يصلح للعبادة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، الشمس أكبر من القمر. فلما أفلت، يعني غابت وانتقلت، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، ما تصلح هذه للعبادة كلها. هذا من باب المناظرة والتنزل معهم ليبطل حجتهم. نعم. الثالث قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل. نعم، الله أراه ملكوت السماوات والأرض، أطلعه على ذلك من أجل أن يقيم الحجة على هؤلاء. نعم. لأن من رأى نخلا كثيرا لا يتخالجه شك أن المدبر له ليس نخلة واحدة منه، فكيف بملكوت السماوات والأرض؟ نعم، لأن المخلوق لا يدبر المخلوقات كل، إن دبر شيئا منها جزءا يسيرا فلا يدبر المخلوقات وهو واحد منها أبدا، لا يدبرها وهو واحد منها. فالنخلة لا تدبر النخل، الإنسان لا يدبر الناس كلهم، إنما الذي يدبر الكون كله هو الله سبحانه، هو المستحق للعبادة. نعم. الرابعة أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإثبات. نعم. أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإثبات. النهي عن عبادة غير الله يتضمن إثبات عبادة الله سبحانه وتعالى، مثل لا إله إلا الله، أليست نفيا وإثباتا؟ نفيا لآلهة المشركين وإثباتا لألوهية الله وحده سبحانه وتعالى. نعم، فليس النفي المحض بمقصود، إنما المقصود النفي الذي يتضمن معنى، يتضمن معنى. نعم. الخامسة وليكون من الموقنين فلم يكمل غيره حتى كمل. نعم نعم. وليكون إبراهيم، أراه الله ملكوت السماوات والأرض، من أجل إيش؟ ليكون من الموقنين بالله عز وجل، وأنه مالك الملك، وأنه القادر على كل شيء، ليكمل الناس بالتوحيد. فكيف يكملهم وهو ليس بكامل؟
الله كمله وأهله للرسالة، فهذا دليل على رسالته عليه الصلاة والسلام، وأنه مرسل من عند الله عز وجل، لأن الله أطلعه على ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. نعم. السادسة: عظم مرتبة اليقين عند الله لجعله التعليم علة لإيصاله إليه وليكون من الموقنين. العلم المقصود منه أن يصل الإنسان إلى اليقين، يرتفع من الشك إلى اليقين، هذه فائدة العلم. هو العلم مجرد تحصيل في الصدر وحفظ؟ لا، العلم هو الذي يوصل إلى اليقين. أما العلم الذي لا يوصل إلى يقين هذا ليس بعلم، هذا علم قاصر. وليكون من الموقنين. نعم. السابعة: براءته من شركهم، نفى أولا كونها لا تستحق، ونفى ثانيا عن نفسه الالتفات إليها. نعم، نفى أنها تستحق العبادة بما ظهر في هذه المناظرة مع الكوكب، مع القمر، مع الشمس، فنفى أنها آلهة، نفى أنها آلهة، ثم نفى عن نفسه عبادتها بعدما نفى أنها آلهة وأنها لا تصلح للآلهة، نفى عن نفسه عبادتها، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي لمن؟ الذي فطر السماوات والأرض. نعم. الثامنة، لعلنا نقف عندها. نكفي.